الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق والاغتسال في أثناء الصيام. في البداية بعض الناس بيحاول أنه يتقوى على أداء الصيام بأنه يتمضمض كثير أو أنه يغتسل كثيرا حتى يتقوى على شدة الحر خاصة في أثناء الصيام. هل الموضوع ده يؤثر على صحة الصيام أم لا؟ في البداية عاوزين نقول أن المبالغة هذه أمر مكروه، لأن لو وصل أي شيء من الماء إلى الجوف وبلعت أي ماء بسبب المبالغة في المضمضة أو المبالغة في الاغتسال، ووصل شيء من الماء إلى الجوف وبلعته، فهذا يؤدي إلى إفساد الصيام ويؤدي إلى أني أقضي هذا اليوم مرة ثانية بعد نهاية شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من هذا الأمر فيقول عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن الأمر أن لو أنا ما وصلش أي حاجة إلى الجوف وما بلعتش أي ماء أثناء المضمضة أو أثناء الاغتسال، فيعني هذا الأمر لا يؤثر على صحة الصيام، لكن ينبغي الانتباه وينبغي أخذ الحذر والحيطة من هذا الأمر حتى لا يؤدي الإنسان إلى أن يفسد صيامه بنفسه ويحرم نفسه من أجر في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.